بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله حنتحدث اليوم بهذه المحاضرة عن موضوع تقويس المنطق، تقويس من القوس، يعني تقويس المنطق والمذنب القادم والموت. وسأعرج إليها لعدة مواضيع سأتحدث بها. أول شيء حتحدث فيها عن المنطق، على المنطق العام، على المنطق العلمي، عن أشياء كثيرة يجب التحدث بها في هذه الظروف. وإن شاء الله حأتمنى أن تكون هذه المحاضرة محاضرة دائمة، يعني ما بدي أركز فيها فقط على الظروف القائمة بل الظروف الآتية، لأن يعني في هذه السنوات هي مثل ما قلت لكم سنوات تكسير الفخار، اسمه سنوات تكسير الفخار. في رواية عن الإمام سلام الله عليه بيقول لك أنه الله عز وجل يمحص الناس بكثير من الأشياء، يمحصهم يعني يغربلهم، بيحط لهم امتحانات. الأشياء الماضية كانت تمحيص بمعنى الزجاج، تمحيص الزجاجي، يعني مثلا نرى زجاج، يعني هذا الزجاج هو الشيء الذي يعبر من خلاله النور، يعني يتحدث عن المؤمنين. طبعا بهذه الرواية هو كان يقصد نحن أن نتفكر بهذه الرواية، يعني هو لا يريد أنه مثل ما بقوله باللغة العربية العادية أنه يبخع الناس، يقول لهم مثلا أنتوا في ناس كتير سقطوا بهذا الامتحان، سقطوا ناس كتير بالامتحانات، بس ولكن الامتحانات القادمة هي امتحانات تكسير زجاج وبعد منها تكسير فخار. والرواية موجودة يعني إذا في تدوروا فيها عن الغربلة والأمور كلها. مهم على كل حال الزجاج، لماذا ذكر الزجاج؟ لأنه الزجاج يعود ويتصلح، يعني مثلا إذا هلأ جبت أنا الزجاج كسرته بقدر أخذ الزجاج أطحنه من أول وجديد، أطحنه كلياته، حطه بقلب نار، طلع عليه النار، ارجع أعمل عجينة الزجاج يعني من أول وجديد، وارجع أنزلها في القالب، القالب بيرجع بتاخذ الزجاج نفس الشكل. يعني المؤمن عندما يتعلم من اغلاطه كانه كسر زجاجا، لانه شو؟ لان الزجاج يعكس، ما يعكس النور، ياخذ النور ما بيعكسه. فهودي الزجاج دائما يعبر عن المؤمنين دائما. بس ولكن حتى بهذه الغربله كثير من المؤمنون سيسقطون، لانه هذه الغربله غربله الوصول الى الامام المهدي سلام الله عليه، الوصول الى تشرف برؤيته، تشرف بخدمته، لان احنا على مرمى حجر من هذا الموضوع. فالاخطاء اللي سقطت من قبل كانت زجاجيه، يعني مثلا ممكن نغفر اخطاء بعضنا البعض لانه هي نتعلم بها، نحن بامورنا العاديه نقدر نتعلم. بس الايام القادمه هي ايام الغربله الفخاري. الفخار بعكس الزجاج، إذا كسر ممكن نرجع نطحنه من أول وجديد، بس الفخار يجب أنه نرجع نضعه على تلك الآلة، نضع عليه الماء ونرجع نعمله من أول وجديد بيدينا. فبتلاقي من الصعب جدا الفخار الحقيقي أنه ترجع تعمل فخار كما كان شكلها في السابق. الزجاج يمكن عمله كما كان شكله في السابق لأنه يلبس القوالب، بس الفخار لا يمكن عمله كما في السابق لأنه يجب أن يكون عليه قالب. وبنفس الوقت لأنه تحول الفخار أول شيء إلى تراب، ليتني كنت ترابا، وبعدين رجع صنعه من أول وجديد، صنع المؤمن بيديه. فهي الأشياء التي تحدث عنها الإمام، يعني الأشياء الأمام قادم هي غربلة وتمحيص لكثير من الناس، ومثل ما عم نشوف كثير من الناس يسقطون أمامنا. في ناس الحمد لله عم ترجع على الدين من أول وجديد وكذا، بس ولكن قابليتها بالرجوع على الدين هي لمصلحة شخصية، وليس هي عم ترجع للدين لمصلحة شخصية وليس لمصلحتها هي بالعلاقة مع الله أو بالعلاقة مع الإمام. يعني هي تريد العودة إلى الله عز وجل عشان تتقي شر الأمراض اللي جاي، هالأمور كلياتها، ولكن رجوعها إلى الله لم يكن رجوعا اختياريا من القلب، لأن الله عز وجل يستحق منا العبادة، لأن الله عز وجل مثلا شملنا كثيرا بنعمه في السابق، هلأ
نزل بلاء معين، في ناس كتير تلتجئ إلى الله، وهذا مش غلط، غلط مش غلط أبدا. بس نحن نتحدث اليوم عن درجات، نحن لا نتحدث فقط عن رجوع عادي، يعني هذا هو الذي أريده، لا نتحدث عن رجوع عادي. فالمؤمن، فبعض المؤمنين إذا انكسرت قلوبهم بهذا القول الأحباء، الحمد لله أنه هينا نزلنا في أول الامتحان الفقاري. حضروا حالكم، حضروا نفسيتكم، اتقوا الأخطاء، الأمراض، الأمراض القلبية، هالأشياء كلها. وفعلا ابنوا علاقة مع الله ليست قائمة على مصلحة بل قائمة على قرب، هذا هو. يعني لا تتكسر قلوبكم بهذا الحكي. بس ولكن اليوم نحن بمرحلة الغربلة، الغربلة الغربلة الغربلة، ذكرها الإمام 3 مرات. فناس كتير حتسقط، علماء دين حيسقطوا كتير أمامنا. كل واحد عم بيبين على وجهه الحقيقي. اليوم ما فيش، ما في حجب، اليوم انكشفت كل الحجب، العلوم كلياتها أمامنا. اليوم يقف العلم منافسا للدين في نظر بعض الأشخاص، مع أنه الدين هو مكمل، مثل ما قلت لكم من الأول، هو الدستور، العلاقة مع الله عز وجل الذي يعلمنا الشيء المعنوي. بعكس الذين حاربوني لمدة 9 سنوات، هنا بيقولوا لي لا، الدين هو أصل العلوم وكل شيء اشتق منها. اليوم نرى هذه النظرية الحمد لله المطروحة من 9 سنوات كيف أنها تجاوبت مع متطلبات الطب الحديث كل شيء، وكيف الطب يعود إلى الدين من أجل الدعاء ومن أجل المدد ومن أجل السند. فهذه كلها الحمد لله أنه إلها أسس عندنا بطريقنا في اللي عم نقدمه، والحمد لله موجود اليوم. طيب أنا بتقويص المنطق اليوم، بهذا تقويص المنطق، حبيت أطرح مسألة رياضية لحتى كلياتنا نعرف أين مكامن الخطأ المنطقي. يعني مثلا أنا جبت شيء منطقي بالرياضيات، هو يرسل اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا جبته كما هو حتى تقدر تفهم العالم، لا قلبته لا فصحى ولا شيء، كما هو باللغة اللي ما هي موجودة، لحتى فرجيكم أيها الأحبة أين الخطأ الحقيقي الذي نقع به. خليني أفرجيكم هذه الصورة، لأن أنا اليوم عم بعطيكم أمثلة. هذه الصورة بتقول رحت أشتري سيارة ب5000، خلينا نقول 5000 ليرة، 5000 دولار، وهل هي أخذته من أبي 2500، وأخذته من أمي 2500 دولار، رحت اشتريت هذه السيارة وأخذتها ب4500، الحمد لله لهلأ المنطقية القصة، ضل معي 500 دولار، أعطيت صاحبي منها 300 ورجعت لأبي 100 ورجعت لأمي 100. هلأ صاحب اللي كتبها هذه، شوفوا كيف كتبها لهذه المسألة الرياضية. وأنا بطلب منكم أيها الأحبة أنه هلأ أنتم لما تسمعوها، بعد ما تسمعوها وقفوها شوي قبل ما أقلكم الجواب، لأن فيها هذه أسس المنطق الحديث بهذه المسألة، حتى لو كانت مسألة للتسلية بس فيها أسس المنطق الحديث. شو بقول لك؟ هلأ صرت مديون من أمي 2400 دولار، ومن أبي 2400، فهو جمعهم 2400 زائد 2400 بيطلعوا 4800، وبقول لك وبدي من صاحبي 300 دولار، ف 4300 زائد 4800 زائد 300 بيطلعوا 5100، مع انه اول شيء انا تدينت 5000، من وين اجت هذه المية؟ شو هو هذا الحل؟ يعني اذا نحن تفكرنا بها بنلاقي انه هنالك فعلا صعوبة انه طلعوا بهذه المسألة الرياضية، صعبة جدا. تفكروا فيها، شوفوا يعني حلوها. رحت اشتري سيارة ب5000، اخذت من ابي 2500، اخذت من امي 2500، واشتريتها السيارة ب4500، منطقيا بيبقى معاي بايدي 500 دولار، رحت اعطيت رفيقي دين 300 دولار، وبقي معاي 200، 100 اعطيتها لابي و100 اعطيتها لامي، انا معش معاي شيء، مزبوط. السؤال اللي طرحه هذا الشخص بقول لك هلا انا صرت مديون من امي 2400، مزبوط، هي انا مديون من اللي انا رجعت لها 100، ومديون من ابي 2400 اللي انا رجعت له 100، مزبوط. 2400 زائد 2400 بيطلع 4800، مزبوط 4800، وبدي من صاحبي 300 دولار، ف 4800 زائد 300 بيطلع 5100. طب من وين اجت ال 100؟ هل صار في معجزه؟ هل هون صار في تدخل كبير؟ هل الرياضيات اليوم تقف حائرة أمام هذه المسألة؟ ولا هنالك خدعة بهذا الشيء؟ منطقيا إذا رأينا هذه المسألة، هي تعد ناحية منطقية، فهنالك منطق. بس ولكن أين قوس المنطق بهذه المسألة؟ قوس المنطق بهذه المسألة
اذا نحن طلعنا فيها، ايوه الحبه هذه صحيح انه هي لعبه عم ببعتوها لبعض، بس ولكن فيها تقويس للمنطق، وحقنقل تقويس هذا المنطق بعد شوي للامور الدينيه والامور العلميه. قوس المنطق هون انه صحيح انا مديون من امي 2400، صحيح انا مديون من ابي 2400، بس ولكن هذا هو المبلغ كلياته، انا اخذت المبلغ كلياته 5000 مظبوط؟ لما رديت المصاري لاهلي، لما رديت 100 و100، لازال الدين اللي هو من اهلي انا اعطيه لصاحبي لانه مش موجود بايدي. كيف يعني؟ يعني انا بس معي 5000 فعلا، ما في 100 زياده، ما في 100 زياده. السؤال الاخير هون خطأ، يعني هل وبدي من صاحبي 300؟ 300 هدول مديونين، هدول معطيهم لصاحبي، عم اعطيهم لصاحبي مزبوط. هؤلاء الدين من اهلي مش مني انا، يعني الكمية النهائية للمال هو 5000، ما في 5100. لان السؤال الاخير لما بقول لك وبدي من صاحبي 300، مزبوط دين صاحبي مش مني، دين صاحبي من مصريات اهلي اللي هن 2000 4800. فهمتوا الموضوع ولا لا؟ يعني الموضوع كلياته هو غش بالسؤال، الموضوع كلياته غش بالمنطق، الموضوع كلياته هو تقويس للمنطق. فهمتوا كيف؟ يعني هو المصاري بعدهم هن ذاتهم، هن 5000، ما في زياده 100. حتى لو انت جمعتهم، ولكن جمعك الاخير 4800 زائد 300 خطأ، يجب ان تجمع 4800 زائد 200، لان ال 100 الاخيره هي مديونه لازالت من الاهل، يعني كانه الاهل عطوها مباشره لصاحبك، ما مرقت عن طريقك. فها هو تقويس المنطق ايها الاحباء الذي نمر به. لان انت اذا فصلتها، جيب هذا المنطق حطه على ورقه وقلم وفصلها. بس السؤال الاخير 4800 زائد 300 بيطلع 5100 خطا. لان هو لازال في الدين، واهلك انت بعد ما اخذوا المصاري كاملين، لانه انت متدينهم من اهلك، وهو متدين من المصريات اللي انت المفروض تردهم لاهلك، فبيطلع الحساب الاخير 5000 دولار مش 5100. فنحن اليوم ايها الاحبه، انتوا رددوها كذا مره هيدي لحتى تقدروا تفهموها، بس ولكن المنطق هو تقويس لهذا المنطق، يعني اليوم يقوس المنطق بهذه الطريقه. طيب الى ماذا ارمي؟ اذا شو على شو انا عم دور؟ عم دور هون انه كيف يقوس المنطق بالمرض اللي احنا موجودين فيه، كيف يقوس المنطق بالمرض الذي نمر فيه. يقوس المنطق بالمرض اللي نمر فيه بانه ارسلت كتير اشاعات، ترسل كتير اشاعات، وهي الاشاعات تهز الانسان من الداخل. اول شيء بانه الكعبة اقفلت، لانه لا وجود لله، لا وجود للناصر اليوم، والعلم تفوق عليه. مع اني انا عملت محاضرة في السابق عن هذا الموضوع، قلت انه لا يمكن ان نعالج مريض نفسي عند دكتور قلب. فهمت كيف؟ يعني كل مختص بالعلم له اختصاصه، عنده مرض بالقلب يروح عند مرض القلب. نفس الشيء ما فيك تروح عند عالم دين بالعلم الديني وتعالج فيه الفيروس. عالم الدين اختصاصه دين، عالم الطب اختصاصه بالجسم بالطب. فما فينا نحن نخالف المنطق، مع انه يجري تقويس اليوم للمنطق الديني والطبي والعلمي، مع انه هن يتكاملون مع بعضهم البعض. فوقت اعطيت شرح كمان قلت انه مثلا اذا وضعنا آية قرآنية في البيت لحتى نتبارك بها بوجودها في البيت، لان نعرف انه الآيات القرآنية تحرسها الملائكة، فنحن نتبارك به الملائكة الموجودة في البيت، عشان هيك نضع الآيات القرآنية الموجودة لذكر الله عز وجل. فما في إلك إنه عشان أنا صرت أتبع الطب بس بشيل الآية القرآنية بحط جدول الضرب مثلا محلها. هل جدول الضرب مثلا تباركه الملائكة مثلا؟ أو أشياء طبية مثلا، إذا حطيت صورة جسم الإنسان مع أشياء، هل تباركني الملائكة إذا وضعته؟ هذا شيء وهذا شيء آخر، لذلك يجري الخلط. هذا من الناحية الأولى، يعني أنا قدمت هذا الموضوع كمناعة لأشخاص يقعون بهذه الشبهات. الشبهة الثانية التي نقع بها أيها الأحبة هو شبهة المرض، هل هو أصله بكتيريا أو أصله غاز؟ كثير كمان من الشائعات نزلت انه هذا المرض اصله غاز السرين، ولانه بيعمل نفس المفعول. طيب
بالمنطق العادي، بالمنطق العادي، وأضعف الإيمان هو العلم يعني. طيب هل ما هو أصغر شيء بغاز السارين؟ هل يوجد لغاز السارين مثلا خلايا، ولا هو غاز؟ هل هو غاز يعني فيه ذرات تمشي بسرعة بقوة، وبعدين إذا نشر الغاز هذا بيتفرتق كلياته بروح، ولا بيضله يعدي من واحد لواحد؟ إذا نحن جبنا الفيروس لقينا حطيناه تحت الميكروسكوب نلاقي الفيروس له شكل، الغاز ليس له شكل. فكيف واحد بينشر إشاعة إنه بيقول كله هذا بسبب غاز السارين وسيذهب لاحقا هذا المرض؟ بيقول لك إنه هذا بسبب الغاز والنشر والكذا والكذا. كمان نقعوا كمان في امتحان عقلي، امتحان منطقي، ويجرى فيه التقويس. ليش أيها الأحبة أنا أتكلم عن الموضوع؟ هل هذا الموضوع مهم للدين؟ نعم، هذه المواضيع مهمة للدين، لأنها تأخذ انتباهنا مما يريده الله عز وجل بهذا البلاء، تأخذ انتباهنا مما يريده إلى مكان آخر. يعني الطاغوت اليوم ينشر، يساهم بنشر هذه الشائعات، يخلي الناس أولياءه اللي يؤلفونها والناس العاديين بمرقوها لبعضهم البعض. يمكن هني عن جهل، يمكن هني هو عن سؤال. نحن يجب أن نأخذ الموضوع بطريقة فطرية، بطريقة طيبة، بس يجب أن نوعي أنه اليوم الشيطان يأخذنا إلى مكان آخر. ما هو المكان الآخر؟ يريد أن ننسى أنه هذا البلاء هو مكان لقرب الله عز وجل. مش بس هيك، يريد أن ننسى لماذا نحن اليوم أغلقت كل مقاماتنا، أغلقت كل شيء أغلق على الأرض. يعني مثلا العاصمة الدينية اللي هي الكعبة شبه الجزيرة العربية، العاصمة المعنوية اللي هي العراق بالمقامات الموجودة فيها، عاصمة دينية يعني العلماء ما بين النجف وما بين قم اليوم تضرب، الجمهورية الإسلامية تضرب، العاصمة الدينية المسيحية اللي هي بروما، اللي هي بقلب إيطاليا، اللي هي بقلب الفاتيكان الذي يتبعها ملايين الناس تضرب ولا يمكن الصلاة بها، كل أماكن العبادة تسكر، المساجد تسكر. ليه؟ لأن الله عز وجل أرادنا بغض النظر عن علم الطاقة. أنا قلت لكم من قبل هنالك اليوم خطوط للطاقة من أول وجديد، كل بيوتنا مساجد، كل صلاتنا الله عز وجل يعيد تشكيلها من أول وجديد للأرض. نعم، هذا من علم الطاقة، بس بالعلم المعنوي هنالك شيء أكبر وأكشفه اليوم لكم. هو عم بيقلنا إنه هنالك شخص أنتم ناسيينه طول الوقت يجب أن تتوجهوا إليه. هذا الشخص يجب أن تتوجهوا إليه، هو موجود معكم، هو يحمل حلولكم، حلول البشرية كلياتها. ليس الموضوع أن نحط دعاء ونقعد نبكي فقط على هذا الدعاء. هو حال التواصل الوجداني الدائم اللي هو مع صاحب الزمان. اليوم عطلت كل أحكام الصلاة، بس ولكن أحكام التواصل مع الإمام لا زالت موجودة. أنا لا أتحدث عن أنه نساء تحلم انه شافت الامام وقال لها شو لازم تعمل، لا اتحدث عن الموضوع. انا اتحدث عن ظهور الامام سلام الله عليه، عن الطلب والالحاح لمرحله البلوغ اللجة مثل ما بيقولوا، لحتى نوصل انه نطلب من الله عز وجل انه يظهر الامام، لانه هو الباب الوحيد والمتبقي اليوم الذي لم يقفل. الله عز وجل في حكمته سكر كل دور العبادة الموجودة على الأرض، لأنه لو كشف الغطاء عنا يا الأحبة سوف نجد أهل البيت سلام الله عليهم، الإمام علي، الإمام الحسن والحسين، يقولون اذهبوا اذهبوا واطلبوا من إمام زمانكم. هن أكيد ما بردوا سائل، بس ولكن عم بتحدث عن الأهل المعنويين، أهل المعنى. اذهبوا واطلبوا من إمام زمانكم. أين إمام زمانكم منكم؟ هذا هو الذي يريده أهل البيت سلام الله عليهم اليوم. لو كشف الغطاء، يعني أحب أرجع بعيد هذه الكلمة، عن كثير من عيوننا، عن كثير من الناس الموجودين بالقرب من الإمام الحسين، الموجودين بالقرب من الإمام علي، بيقول لك اذهب واطلب من إمام زمانك. أنت اليوم معني بهذا الطلب، أنت اليوم معني. ليه؟ لأن عندما تطلب من إمام زمانك، إمام زمانك هو الذي الله عز وجل من أول وجيد برجعه للظهور. يعني مثلا نحن عندما نذهب إلى أهل البيت سلام الله عليهم،
عندما نذهب إلى أي شخص من أهل البيت، أي الأئمة سلام الله عليهم، الأحياء أحياء عند ربهم يرزقون، ندخل على مقاماتهم، عندما نطلب منهم يذهب هذا الطلب أولا إلى صاحب العصر والزمان. إذا يأذن صاحب العصر والزمان، لأنه صاحب العصر والزمان هو الإمام الفعلي لهذا الزمن، هو الإمام الفعلي لهذا الزمن، ثم يذهب مرة أخرى إلى الإمام الذي أنت طلبته. فبيجي الإمام الحسين بيقول له مثلا، الإمام الحسين بما معناته للإمام، بما أنك أنت ذهبت عن جدي يا الإمام الحسين، سوف بإذن الله عز وجل آذن لك بهذا الموضوع بعد إذن الله عز وجل. فيذهب إلى الإمام الحسين مختوما بمهر الإمام المهدي، فيأذن له الإمام الحسين بذلك. هي هو أدب الأدبيات الأئمة سلام الله عليهم مع بعضهم البعض. هذه الأدبيات نحن نجهلها كثيرا، في ناس بيستهزئوا بهذه الأشياء يا الأحبة، بس نحن اليوم جينا لمكان أنه يجب، اللي بهذا المكان أنه يجب أن نفهم كيف نمشي بهذه الأدبيات. في ناس كتير رحلوا عن بلدانهم لكم وقعدوا جنب المقامات، مقامات أهل البيت. في ناس كتير رحلوا وراحوا على الزيارات، زيارة بشبه الجزيرة العربية، الكعبة والمدينة، وزيارات حول العالم، زيارات العتبات المقدسة كلياتها، بس ولكن لم يقوموا بإعمار العتبة القائمة لقائم أهل البيت في القلوب. ليه؟ لأنه هنالك تقويس للمنطق عندهم، تقويس المنطق الديني. اليوم الله عز وجل يريد أن يفرض علينا، هذه شيء مهم جدا، اليوم الله عز وجل يريد أن يفرض علينا الناحية التوجه فيها إلى صاحب العصر والزمان. اليوم صلاتك لا تقبل إلا به، بصاحب العصر والزمان، صلاتك لا تقبل إلا به، عبادتك وكل شيء وصيامك لا يقبل إلا به. اليوم هو يختم لك كما كان في السابق، بس اليوم أنت يجب أن تتعلم هذا الموضوع، كل أعمالك تعرض عليه، يجب أن تفهم هذا الموضوع، هو موجود في السابق، ولكن الله اليوم عز وجل سكر كل شيء أمامك، كل شيء أمامك، وقال لك هذا الباب الوحيد المفتوح، هذا الباب الوحيد الذي أنت يجب أن تتوجه إليه. فأنت عندما نشرك للأشياء التي تبعدنا عن هذا التفكر، دائما تنشر الخوف في المجتمعات، وتنشر المعلومات المغلوطة، وبتلاقي كل الناس عم بتعد الأموات اللي عم بتصير حوالينا كأنه هو شو، كأنه سكور للفوتبول، كأنه سكور للفوتبول. اليوم 30 واحد، 20 واحد توفاهم الله، اليوم صار العدد 1400. نحن عم نحسب نقاط، وعم نحسب كأننا عم نلعب فوتبول. شو صار فينا؟ عم يتحول اتجاهنا لشيء آخر. نعم هذه معلومات مهمة لحتى نحن نتوقع، نعم هي معلومات مهمة لحتى نحن نخلي أهلنا بأمان، بس ولكن ليس هي هذه المعلومات التي يجب أن تنتشر بين الناس. يجب أن ينتشر بين الناس أنه في باب الإمام المهدي المفتوح، يجب أن يكون في قلوبنا مقاما له. اليوم لا يوجد هجرة إلى أي مكان، اليوم قلبك إن لم يكن مقاما للإمام المهدي سلام الله عليه فلا شأن للإمام المهدي معك. اليوم المقام يجب، لازم نعمر المقامات الموجودة في قلوبنا، يجب أن نقوم بإعمار المقامات الموجودة للإمام المهدي سلام الله عليه. اليوم كل الناس تتساوى مع بعضها البعض. اليوم أنا موجود في دولة غربية، أنت موجود قرب من الإمام علي سلام الله عليه، اليوم نتساوى مع بعضنا البعض. ليه؟ لأن اليوم الأقربون شو؟ هم السابقون، السابقون السابقون، السابقون إلى وين؟ هل سابقون بالزمن؟ هل سابقون إلى عهد رسول الله؟ لا، السابقون إلى أئمة زمانكم، السابقون إلى القرب مع إمام زمانكم، الذين شو؟ الذين هم اليوم تحولوا كفخار. ليش تحولوا كفخار؟ لأنهم أول شيء صاروا زجاج ثم كسروا، ثم صاروا زجاج ثم كسروا، لأنهم سقطوا بالامتحانات، بس ولكن لا زالت قلوبهم تتجه لله، فالله عز وجل أعاد تشكيل قلوبهم. ولكن اليوم قلوب مزجت بالتراب، مزجت بشو؟ يا ليتني كنت ترابا، بحب أمير المؤمنين. إذا بتلاحظوا أنتم بالسنتين الأخيرتين كم من الناس اليوم صارت تتعلم علوم أمير المؤمنين الحقيقية، كم من الناس عم تتعلمها، كم من الناس تتوجه إليها بحقيقة، فتمزج قلوبهم بالتراب،
فتم يمزج الزجاج اليوم بالتراب فتتحول قلوبهم إلى فخار. بما معناه عم نتحدث نحن عن الحديث الأول اللي قاله الإمام سلام الله عليه. فإذا كسرت هلأ خلاص، إذا كسرت هلأ خلاص يجب أن تعاد تشكيلها. بس ولكن هل يعاد تشكيلها كما بنيت بمقام أميري بمقام صاحب العصر والزمان، ولا خلاص هلأ يعاد تشكيلها بشيء آخر؟ خلاص أنت تصفيت، لازلت من المؤمنين بس ولكنك مصفى، طلعت واصطفى الله عز وجل عبادا آخرين وعبادا آخرين، وسوف يأتي البلاء بالناحية المادية وبنقص من الأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. أنا لا أقول هذا الموضوع لحتى عم خوف، أنا لا، عم بعطي أمل، عم بعطي أمل أن هنالك ظهور. إذا امرأة غير محجبة عم تسمعني اليوم، الحجاب اليوم، اليوم الله الله في حجابك يا أختي. إذا في شخص ما بيصلي الله الله في صلاتك يا أخي ويا أختي. إذا عم تأثر بصلاتك، إذا عم تأثر بصومك، الله الله في صلاتك وصومك اليوم، الله الله في عبادتك اليوم. اليوم أيها الأحبة، حيث تكون المراتب العليا. يعني حتى بعد ظهور الإمام، بعد ظهور الإمام هنالك رحمة، هنالك غفران لكثير من الناس، يعني التي أخطأت بحق نفسها، إلا الذين ظلموا الناس وقتلوهم مثل ما صار بالعالم العربي والعالم الغربي. سوف الأعمال اللي حيقوموا بها سوف تكون متدنية جدا 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 ببركتها بثوابها عن الأعمال التي سيقوم بها الناس الذين آمنوا برسول بالإمام المهدي سلام الله عليه. اليوم الإيمان بالإمام المهدي هو المركز الذي سوف تحصل عليه بعد الظهور. ما تفتكر هذا الموضوع سهل. سوف تلاقي بكرة بالمستقبل بعد الظهور ناس عم تعبد الله عز وجل في المسجد من الصبح لبالليل. سوف تراها زاهدة، سوف تراها عم تخزق ثيابها من الحزن ومن الكذا وللقرب إلى الله، بس ولكن الله عز وجل لن يقربها كشخص آمن بالإمام المهدي قبل الظهور، شخص غير حياته قبل الظهور، كامرأة تحجبت قبل الظهور، كرجل لم يصلي تغير، كالذي رد الحقوق قبل الظهور. هذا مثل ما بيقولوا بالسوريين شكل، هذا كله شكل وهذا تاني شكل آخر. يجب أن نفهم هذه المواضيع اليوم. بتقويس المنطق اليوم لازال عندنا ناس موجودين يتكلمون الغيب بالغيب، وناس كتير عم تصدقهم وبتلحقهم. شو بقولك هذا الشخص قدر يعرف هذا الشخص انه هنالك مرض قادم، يعني بيقرا الغيب. ايها الاحبه، خليني اقول لكم شغله. انا في مسيره 9 سنوات وعم اتحدث عن الناحيه الشخصيه، وبعتذر في ناس بالمحاضرات السابقه لما تحدثت عن الطريق فكروها انه مفاخره، ليست مفاخره ايها الاحبه بالعكس، ولكنه طلب من الله عز وجل بالحقيقه، برؤيه الحقيقه. وإذا أخطأنا بتقديم الحقيقة نعتذر، ما عنا أبدا تهاون بهذا الموضوع. 9 سنوات من 2012 إلى الآن وأكثر، و2011 لل 2014 لم أتكلم بحياتي عن أي شخص يتحدث عن الغيب سوى عن شخص واحد موجود بلبنان، هو عراقي، وأنتم كلكم تعرفوه، يعني ما بدي أذكر اسمه لكنكم تعرفوه كلياتكم، لأنه هو الشخص الوحيد المنفرد الذي يسمى بالمنادي. هذا الشخص أيها الأحبة أنا كنت بالقبل ما أحكي عنه، لأنه بالنهاية هذه مصلحته، هالبزنس تبعه، هذا شغله أنه يطلع ويقول لكم في جن وسحر وكذا. وفي كتير ناس بالمواضيع بتتحدث، نحن كمحاضرين نطلع من حذر من كل هذه الناس. بس ولكن عندما تحول هذا الشخص من شخص يعمل بالسحر وشخص يعمل بالجن إلى شخص يأخذ المنحى الديني لأنه يكون صورة من صور الإمام المهدي سلام الله عليه، بلشت بقناة عليون أنه حاربه وأتحدث عليه وأقول لكم هذا الشخص نصاب وكذاب، هذا الشخص ليس منادي. وبالمنطق قلت مرة أنه كيف يكون منادي وهو لا يعرف التكلم بالعربية؟ كيف يعني، كيف الواحد بيجيب لك بيقول لك مثلا مؤذن وبيطلع صوته غريب، صوته ينفر الناس، كيف يكون منادي وهو لا يعرف الحديث؟
بماذا ينادي؟ فبيجيني ناس هؤلاء الذين يقوسون المنطق، بيقول لك موسى عليه السلام كان يلدغ، كان عنده في لسانه، فأتى بهارون. ولكن الحقيقة حقيقة هي هذه حقيقة إسرائيلية من الإسرائيليات اللي وضعوها بكتبنا. اللدغ هنا اللدغ ليس لدغ ليس لدغ الناحية اللسانية، لا، بس ولكن هنالك لدغ من الناحية المعنوية. وأنا لا أقوس المنطق أيها الأحبة هون بالنسبة للنبي موسى عليه السلام من الناحية المعنوية، لأنه يعرفه، يعني الواحد ربي بكنف شخص وزوجته ربت هذا الشخص موسى، فهو من خوفه حس أن هنالك ممكن يكون لدغ بتوصيل المعنى الحقيقي للرسالة الإسلامية لفرعون، لأنه هو يعرف موسى من قبل. يعني مثلا أنا هلأ باخدها أنا على والدي، والدي الله يطول بأعمار أهلكم ويرحم المتوفين، إذا أردت الحديث معه بشخص ما في مهد له موضوع، مثلا بروح لعنده وبقول له مثلا يا والدي الله عز وجل خلق الكون والكذا والكذا، بدي يكون عندي لدغ من الناحية المعنوية لأنه هو بيعرفني من قبل. أنت مش أنت يا محمد كنت من قبل، شو صرك؟ فبدي استعين بشخص آخر لا يعرفه، لا يعرفه، لحتى هذا الشخص الآخر يكون معي مقوم لما أقدم الفكرة من أول وجديد، يقومني لحتى أقدم الفكرة الصحيحة من أول وجديد. هيك عشان هيك استعان بهارون. بس ولكن موسى هون لا يلدغ، مش معنى يلدغ بالحلف الرأى. طيب إذا أنا ألدغ بالكلام، هل أستطيع، لازلت أستطيع أن أوصل العلم؟ أستطيع أن أوصل العلم، شو المشكلة إذا أنا تحدثت مع واحد بيلدغ؟ هل أستطيع أن لا أفهم أنه الله واحد مثلا؟ شو المشكلة بالموضوع اللدغ اللساني؟ الله عز وجل في بالنسبة لموسى الذي هو ملك الماء، المعنى الملك الماء الذي يفسر بأنه هو شو؟ بأنه المعنى المائي في الطبيعة، الماء الطبيعي، الماء بالطبيعة له أشياء، والهواء له أشياء، الهواء هو أفضل الأشياء الناطقة، الهواء لأنه بيمشي لنا الحنجرة، هو أهم الأشياء الناطقة. عشان هيك سليمان عليه السلام الذي يمثل الهواء أرسل برسالة إلى بلقيس، إلى ملكة سبأ، أرسل هذه الرسالة لها، مظبوط، لأنه ملك الهواء. بس ولكن موسى عليه السلام هو ملك الماء بالمعنى الطبيعي، بمعنى العناصر. هذه المحاضرة موجودة، العناصر الأربعة مع الأنبياء، أرجو منكم سماع. فالماء هون لأنه قريب من المحتوى الأساسي الأول لإلا نحن، لا يستطيع أن يصل مباشرة، لأنه مباشرة يا يغرق يا يرفع، الماء يغرق ويرفع. فأتى بهارون، أتى بهارون، شوفوا لفظ هارون، شوفوا المخرج الهوائي، هارون أتى به لحتى يوصل هذا المعنى إلى فرعون. ها هو المعاني الجفرية بهذا العلم. مش واحد بيجيني بيقول لي المعنى الجفري للوجود، بيجيب ورقة وبصير يقول مذنب سينزل وكواكب ستطلع، وواحد بهز راسه حد منه، والناس للأسف تصدق هذا الموضوع. لا، المعنى الجفري هو الوصول إلى المواهي، الوصول إلى المواهي، وليس تقديم الأشياء بالأشياء اللي عم تجيبوا لكم إياها ويرزعوا لكم راسكم كلياتها، مش أشياء غير مهمة. فهذا الشخص نرجع له، هو الذي هو يلدغ، الذي هو لا بيعرفش يركب جملة على بعضها البعض، لما أخذ فكرة النداء للإمام المهدي سلام الله عليه، أين أنت والإمام المهدي سلام الله، أين أنت والإمام المهدي، أين أنت والإمام. فمن وقتها بلشوا كل شيء، برجع بقوله بالمحاضرة مع انه ولا مرة ذكرني، يعني وتشرفت بهذا الموضوع انه ولا مرة ذكرني، بس ولكن كل الاشياء اللي كنت اطرحها كان يأتي لي نقيضها. يعني بيجي بيبعت لي واحد بيصير يحكيني بهالاشياء، بيقول لي كموسى ككذا. خي انا ما عم بقول لك انه المنادي غير موجود، المنادي موجود، ولكنك ليس انت، انت لست المنادي، لكنك لست انت. اي شخص ايها الاحبة بياخذ أي شيء تابع للإمام المهدي قبل ظهور اليماني فهو كذاب، فهو كذاب كذاب كذاب،
مين ما كان يكون. انا قلتها بمحاضره قديمه من 6 سنوات 7 سنوات، قلت لكم حتى لو انا طلعت هلا وقلت لكم انا كذا وكذا وكذا قبل ظهور اليماني اكون كذابا بكل معنى، حتى انا، حتى انا شخصيا، حتى اي شخص موجود من حوالي، حتى مين ما كان موجود حد مني بيتحدث بهذا الموضوع قبل ظهور اليماني فهو كذاب. التشخيص الحقيقي للنداء يضعه صاحب العصر والزمان. كيف يضعه؟ يضعه في النورانية الموجودة في وجهه، يضعه في أشياء قريبة من الإمام، الأئمة سلام الله عليهم. إن كان يعني ما بدي أعمق بهذه المواضيع الآن، إذا كل ما أعمق بهالأشياء بروح على منطقة أخرى لا أريدها الآن، لا أريد طرحها الآن. بس ولكن عندما يتحدث حتى لو صدق في بعض الطروح الغيبية، قلت لكم من قبل الجن أيها الأحبة يعرف الغيب، ولكن الغيب الجزئي وليس الغيب العام. الغيب الجزئي وليس الغيب العام، لأن الله عز وجل أوقات ببدله. عشان هيك إذا واحد كل يوم بيطلع لمدة 7 سنوات كل يوم بيتحدث بحلقة إلا ما يكون توقع من هذه التوقعات آخر شيء صادف، وعندما يصادف بيطبلوا لنا دينينا وعينينا إنه هذا الشخص ما شاء الله مقرب من المعلم ومقرب من الإمام المهدي سلام الله عليه. وخليني أقول لكم بشرى يا الأحبة، هؤلاء الناس هو وكل من ادعى القرب من الإمام المهدي سلام الله عليه بالسنتين القادمتين هيختفوا من الساحة. هو وبعض الأشخاص وكل واحد قدم حاله كأنه يماني وقدم حاله كأنه المهدي هيختفوا من الساحة، لأن اليوم يظهر وجه الله عز وجل، يظهر وجه الله أمام كل المدعين اليوم قبل الظهور بدقائق، دقائق اللي هي من الناحية الدينية أكتر، يعني ممكن يكون أيام، ممكن يكون شهور. هذه كل الناس الذين كذبت وكل الناس اللي سرقت وكل الناس اللي حكت باسم الإمام حتلاقوها مختفية، ما حتعرفوا وين. كما اختفى هذا الموجود بالعراق الذي ادعى أنه هو اليماني وابن اختفى في مجال اللي شخص أين موجود هو الآن. أيها الأحبة، كل شخص عبر الزمن وعبر التاريخ وكل مدعين المهدوية اختفوا. روحوا شوفوا اعملوا بحث بتلاقوا اكثر من 34 شخص، كل الاشخاص التي تحدثت على انها المهدي، تحدثت على انها اختفت، بس ولكن الله عز وجل في منهم مدد باعمارهم بس ليوقع بعض الناس الضعفاء. فنحن بالسنتين القادمتين وهذا الشخص بالتحديد سوف يختفي. على كل حال فبنرجع بنقول تقويض المنطق يجب بهذه اللحظات، اتباع الطرق الإلهية المؤدية لله. شوفوا بالكوثر، إنا أعطيناك، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. الصلاة هون شو هي الصلاة؟ صلاة للرب، مالش فصلي لله. الصلاة للرب هي اللهم صلي على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد. الصلاة للرب، الرب يعني المسؤول عنك هو الصلاة على محمد وآل محمد. الربوبية بمعنى رب البيت، بمعنى رب الأسرة. وبيرجع بيقول لك شو وانحر، أنا إذا بصدقت بتذكروا قلت لكم وانحر شو يعني؟ اليوم تقدم عقولكم، اليوم تقدم الله عز وجل يراكم بتقواكم بعقولكم بسجودكم بوجوهكم بأنواركم الموجودة بوجوهكم. فانحر وانحر، شيء قدمنا العقل، قدمنا الرأس، رفعناه لله عز وجل، وانحر. هو السر الحقيقي، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. على كل حال أنا كنت حابب أفوت بالمحاضرة بأشياء كمان عن الموت والكتاب والرجعة، بس إن شاء الله بنعملها محاضرة مخصصة، لأن ما بديش يفوت المواضيع العلمية بمواضيع موجودة حاليا حتى ما تختلط مع بعضها البعض ويسيء فهم كل منها. إن شاء الله أيها الأحبة، في أخت عم تسأل كيف يستجاب الدعاء. الله عز وجل، وهذا موضوع كلاسيكي جدا، يعني أنا بحترم الأخت بس ولكنه موضوع كلاسيكي. يستجاب الدعاء أيها الأحبة شوفوا أنتم قرأوا دعاءكم الأول شيء. هنالك أشياء تحجب الدعاء نحن نقوم بها، تحجب الكلام مع الله عز وجل، تحجب أول شيء قبل
لأي دعاء استغفر الله عز وجل، صلوا على محمد وآل محمد ورجعوا اطلبوه من الله. ولكن أفضل ساعات طلب للدعاء، الموضوع يحجى بدعاء جدا طويل تحدث عنه علماء في كتب كتير كبيرة، أنصح بي يعني بكتب تحدثوا عنها في السابق عن الذنوب. بس ولكن هلأ وقت الحاضر الاستغفار، آخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب دعاء السماد، دعاء كوميل المداومة عليها، المداومة على استغفار الصلاة على محمد وآل محمد، كلها بتفتح الدعاء من أول وجديد. هذه مو عالمة جفر، هي عميلة. طيب بالنسبة للأخت عم تسأل عن، أنا ولا مرة ذكرت هذه الأخت بس بذكرها هلأ لأنه سؤال. بالنسبة للأخت جوي عياد، أنا قلت لكم من قبل لا أذكر أي شخص، لا أذكر أي شخص بقول إنه أي شخص يقدم نفسه على أنه مواجه للإمام المهدي. هذه الامرأة لم تقدم نفسها واجه لأي شيء، هذه الامرأة قدمت نفسها بنفسها على أنها عالمة. أنا أضحض إنه أي شخص يعلم الجفر، أي شخص، وحتى شخصيا أنا ما بعرف الجفر. أنا قلت لكم من قبل، أعطيت لكم علم المواهي، المواهي يعني شو، ممكن أعرف شوية بعلم الجفر، بس علم الجفر الحقيقي ما حدا بيعرف فيه. هنالك حسابات رقمية، هذه الامرأة تعرف الحسابات الرقمية، بس ولكنها لم تقدم نفسها أنها ممثل للإمام. إذا قدمت نفسها للإمام فحذاري من لساني، حذاري من لساني عليها. بس هي مثل ما هلا هي تصطفل، شغلها هيك، في ناس لحقين اصطفلوا. انا بنصح الناس انه تبتعد عن كل هؤلاء الناس. لو اراد الانسان ان يفيد نفسه كان افادت نفسها بالقبل، قبل اي شيء هي قامت به بحياتها الشخصيه. هي طلعت وقالت، عطت امثله انه اهل البيت تزوجوا اشخاص، ما تفكروني مش متابع كل المواضيع. هي طلعت وقالت انه بموضوعها الشخصي بس، ولكن هي طلعت تحدثت عنه بزواجها، قالت انه ولم توفق في زواجها، اسال الله عز وجل ان يوفقها في الزواج الثاني. وان شاء الله هي تعتمد الامور المنطقيه في الاختيار وليست الامور، لان بعض الناس بيفوتوا بحياتنا بيصيروا يرفعونا اخشي بقعونا على الارض. هي اللي وقعت فيه، هي لم تعرف قدرها. هي قالت انه انا عرفت قدري ومشيت فيه، لا هي لم تعرف قدرها. أهل البيت شيء وهي شيء آخر. أهل البيت، أهل الإمام الحسن عندما تزوج بالامرأة التي قتلته، هذا كان بلاء من الله عز وجل، هني مشوا إليه كما مشى الإمام الحسين إلى كربلاء. بس هي لما كانت تزوجت، هي بالأول ما كانت تعرف هذا القضاء الذي كان مرقف عليه، فالله عز وجل أراد أن يعلمها درسا. ليه؟ لأن الله عز وجل أراد أن يقربها إليه. انتبهوا، أنا إذا حدا بيعرفها يوصلها هذه عن لساني، أراد الله عز وجل أنه يقربك بهذه التجربة اللي مشيتي فيها، فلا تدعي المعرفة. ما تدعي أنه أنت كنت تعرفي زوجك كان غير صالح ولا مش صالح من قبل، ما تدعي هذه المعرفة. وقفي أمام نفسك، قفي أمام كذا. وبرجع بعيد كما قلت لجميع الإخوة والأخوات، أن هنالك فرض، هناك الحجاب. لا تقدمي نفسك على أنك متكلمة ومتحدثة باسم الدين وباسم أي شيء إلا أن تقدمي فروض الحجاب أولا. وبعتذر أنه أنا عم بتحدث بهذه الطريقة، يمكن تطلع طريقة ناشفة معها، أو يمكن تطلع طريقة ناشفة مع بعض الإخوة والأخوات اللي موجودين عندي. بس أنا عم بقول لهم هلأ قبل الظهور، اعملوا أعمالكم المطلوبة منكم، لأنها سوف تكون بمستوى أعلى وأقرب إلى الإمام المهدي وإلى الله عز وجل بالثواب والعقاب عن ما بعد الظهور. وأنا أقولها من محبتي، من كأخ. هي الأخت هذه، أخت جوي، لم تقدم نفسها بعد إنه هي شيء من أهل البيت سلام الله، لذلك أنا بعدت عنها، أنا مش مسؤول. أنا قلت إنه تصطفل، هذا شغلة هي، الله عز وجل أعطاها موهبة معينة، هذه الموهبة ممكن تريح ناس، ممكن تريح ناس بهذه الموهبة، هي بينها وبين ضميرها. بس ولكن إذا بيوم من الأيام طلعت وقالت إنه مثل ما يقوم أبو علي الشيباني، ادعى أنه المنادي، ادعى أنه مقرب للإمام المهدي، ساعتها أنا بدي أقوم، ساعتها بدي أتحدث بالمنبر هذا، لأنه لا زال يثبت كل يوم أكثر وأكثر وأكثر أنه هو ذلك الشخص الذي أنا مسؤول عنه أمام الله يوم القيامة، أنه ليس المنادي، وأنه أي شخص ادعى أي شيء قبل اليماني فهو كذاب. إذا في بعد الأخت عم تقول نرجع للموضوع، هو موضوع تقويض المنطق كلياته، هو نحن لازلنا نتحدث عن الموضوع.
في أسئلة أخرى، هل الفيروس يروح على شهر نيسان؟ أنا أحب، الفيروس هو بلاء من الله عز وجل، البلاء الأساسي من الله عز وجل، قلت لكم من قبل، لرفع ناس وليحط ناس ويرفع ناس. المعنى الحقيقي لهذا البلاء هو تجديد الأرض من أول وجديد لقدوم العريسها، لقدوم صاحبها. اليوم الله عز وجل سكر كل شيء، المراقد، كل الأماكن الدينية، وفتح بابه، عم بيقولوا للناس هنالك شخص يدعى به فقط، اليوم هو موجود على الأرض. ها هو الحكمة من هذا المرض. ما يهمكم كثير من طلع المرض، ما يهمكم كثير شو بده يصير بالمستقبل، هذا المرض إلى زوال بإذن الله عز وجل. نتحضر الأشياء اللي هي جميلة، وجمالية هذه الأشياء بوعد الأنبياء، بقدوم وعد الأنبياء، بجمالية قدوم الإمام المهدي سلام الله عليه. أجمل شيء في هذا العصر أنه عصر ظهور. إذا إجا مذنب ولا لم يأتي مذنب، إذا إجا مرض ولا لم يأتي مرض، إذا إجت هزات ولا لم تأتي هزات. أجمل شيء في هذا العصر الذي يبقي البسمة على شفاهنا هو موعد الظهور. ركزوا على هذا الموضوع، ركزوا على أنفسكم، ما تنقلوا شائعات، ما تفوتوا كتير بالشائعات يا الحب، ما تفوتوا كتير، هذا غاز، هذا مش غاز، شو بدكم بهالأشياء كلها، ما حتستفيدوا منها. الأشياء الحقيقية أنه ما في موت كتير كبير، في رحمة من الله عز وجل، في دعاء نقوم به اليوم لحتى نتجنب هذه الأشياء القادمة. تتذكروا لما قلت لكم ليش الأدعية، عفوا، ليش الروايات من أهل البيت موجودة بحياتنا؟ بيقول لك مش في هزة، بيقول لك في مزنة، لأنه نحن ممكن نغيرها، كما غير الله عز وجل موضوع السفياني. موضوع السفياني بيقول لك أنه يأتي بفوت بلبنان ويقتل كثير من الناس، لا، الله عز وجل غير القدر، لأنه في ناس قاموا وضعوا الله عز وجل وتوكلوا عليه وتسلحوا وقاتلوا لحتى غيروا القدر. الله عز وجل يغير أقدارنا. نفس الشيء بموضوع المذنب، إذا دعانا الله عز وجل بدل ما يجي شيء كتير كبير بيجي شيء صغير. مظبوط، مش ب 23 شهر الماضي طلعوا لكم ومنهم المنادي قال لكم في ب 23 مذنب ويمكن يجي ويخبط ويضرب ويرقص ويمكن يكون نهاية العالم، قطع 23، صرنا اليوم بتاريخ آخر وما صار شيء، وهذا المذنب الصغير اللي مرق حد الأرض ما عمل شيء. كل شيء يرد أيها الأحبة بالدعاء، كل شيء يرد بالدعاء. قلت لكم من قبل، ثقوا بالله عز وجل، ثقوا برحمة الله عز وجل، ثقوا بوجود الإمام المهدي على الأرض. الله عز وجل برحمته بوجود الإمام المهدي على الأرض لن يفعل بنا شيئا، وكل هذه أشياء عابرة يا الأحبة، كلها أشياء عابرة. شكرا لمتابعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.